يا اعزائي المشاهدين كما نشاهد الحاله الجويه الان في محافظه جرش ونحن الان على منطقه التحويله اه، تحويله سير الزرقاء الذي يعني الحمد لله في هذا المنخفض لم نلاحظ اي حدوث اي شيء في هذه المنطقه منطقه تحويله ونرجو الله ان تبقى الامور كما هي عليه آه، الان و يعني نرى الان آه السير على هذه التحويله باربع مسارب آه آه صعود الى اربد ونزول الى العاصمه عمان الحمد لله رب العالمين آه نرجو ان تبقى الامور على هذه التحويله في هذه المفاوضات وغيرها آه القادمه ان شاء الله تبقى سالكه ل يعني هذه التحويل التي تربط محافظة الشمال بالعاصمة عمان أعزائي المشاهدين مستمرين معكم في هذه التغطية إن شاء الله نستكمل وإياكم الجولة التي يقوم فيها فريق البث الخارجي التابع لقناة الحقيقة الدولية وكل ذلك طبعا ضمن آه غرفه الطوارئ التي اطلقتها الحقيقه الدوليه لمتابعه تداعيات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكه الاردنيه الهاشميه. النقطه الثانيه في هذه الجوله في محافظه عجلون وتحديدا من سلسله جبال عجلون الراسخه الشامخه، كما تشاهدون في الصوره سلسله الجبال التي آه تتنشق الآن وتلامس السحاب في محافظة عجلون وتأتيكم هذه المشاهد عبر وحدة البث الخارجي لقناة الحقيقة الدولية وغير بعيد من مكاننا الآن قلعة عجلون الراسخة الثابتة التي نشاهدها بالصورة في هذه اللحظات درجات الحرارة متدنية جدا في هذه المنطقة ودعونا نعرف المزيد أكثر حول هذه المنطقه وتحديدا قلعه عجلون او قلعه الربط كما يطلق عليها اصحاب هذه المنطقه والمعلومات طبعا مع سعادة الدكتور زكريا الشيخ، السلام عليكم دكتور مرة أخرى. وعليكم السلام والله يعطيك العافية. طبعا كما أسلفت بدأ المنخفض الجوي بالانحصار، نحن نرى الآن الغيوم والسحاب قد يعني بدأت تنحصر شيئا فشيئا والسماء الزرقاء بدأت تظهر ونرى هنا المشهد البانوراما الرائع الجميل لعجلون. بعد المحطه الاولى جرش نحن الان في عجلون ونشاهد ايضا هذا المعلم التاريخي الكبير وهو ما يسمى قلعه عجلون او يسمى قلعه الربض او تسمى قلعة صلاح الدين الايوبي كذلك، طبعا هذه ضمن سلسلة جبال بني معروف وهذه سلسلة الجبال ايضا المطلة على فلسطين، آه الذي يعني ساهم ببناء هذه القلعة هو القائد المعروف آه عز الدين اسامة وهو من قادة آه البطل صلاح الدين الايوبي وقد اتخذ من هذه القلعة التي بنيت عام 1184 ميلادي او ما يقارب ال 580 هجري. للهجره، هذه القلعه استخدمت ايضا من القلاع التي انطلقت منها جحافل الاسلام والمسلمين، جحافل صلاح الدين الايوبي لتحرير اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين المسجد الاقصى ومنها ومن قلاع اخرى ايضا في مصر وفي سوريا وفي لبنان، انطلقت كذلك جحافل القائد المسلم البطل صلاح الدين الايوبي لتحرير القدس، ان شاء الله ايضا تكون هذه ارض ارض الحشد والرباط هي ارض تنطلق منها جحافل الاسلام وجحافل الجيش العربي لتحرير اولى القبلتين لتحرير فلسطين التاريخيه من بحرها الى نهرها. أه الحمد لله يعني سقيا رحمه لا سقيا عذاب باذن الله امطار غزيره سقطت بالامس لا يوجد هناك اي ثلوج كما نرى وتوقفت الان توقف سقوط الامطار وباذن الله سبحانه وتعالى سوف نستمر بجولتنا سوف نذهب الان قليلا قليلا الى الشمال قد نصل إلى المفرق ومن ثم إلى إربد طبعا في المفرق هناك ثلوج في تلك المنطقة وأمطار غزيرة في إربد طبعا مناطق الجنوب نحن الأخبار والصور من مندوبين هناك منطقة بصيرة القادسية الطفيلة فيها ثلوج كثيرة وغزيرة منطقة الكرك أيضا لواء المزار الجنوبي أيضا فيه ثلوج في تلك المنطقة وإن شاء الله الحقيقة الدولية تستمر ضمن جولتها الميدانية ولكن نغتنم الفرصه نستمتع برحمه الله سبحانه وتعالى بالامطار ونثقف انفسنا ايضا بالتاريخ وبالسياسه نسيح في الارض ونرى يعني جمال الخالق سبحانه وتعالى خلق الخالق سبحانه وتعالى جمال الطبيعه جمال الاردن هذه البلد السياحي الطيبه فاذا راينا هذا المشهد البانورامي الان لعجلون الجبال هضاب الجبال ت تلامس السحاب والشمس تندمج مع الأمطار ويعني منظر جميل جدا وأيضا دفء الجو أو برودة الجو تندمج مع دفء المواطنين في هذه المنطقة التي تشكل هذا المزيج هذا الخليط هذا يعني المكون للشعب الاردني العظيم الكبير هذا الشعب الاردني المتالف بنسيجه الاجتماعي فجمال الطبيعه مع جمال البشر وجمال المواطنين مع رحمه الله سبحانه وتعالي وايضا يعني التاريخ يتالق في هذه اللحظات حينما ننظر الى بطولات المسلمين صلاح الدين الايوبي رحمه الله عليه هذا القائد الشهم البطل الذي نراه هنا اذا مشاهدينا على الرغم من انكم تشاهدون الشمس تشرق على جبال عجلون الا ان الامطار الان تنهم ارتباعا على هذه المنطقه